بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، دولة رئيس الوزراء، أصحاب المعالي الوزراء، السادة الحضور، يشرفني اليوم أعرض على حضراتكم مشروع مجموعة سي اف سي الجديد في مصر. احنا عندنا أربع مشروعات في الدول العربية، عندنا في الإمارات وفي السعودية وفي الجزائر وفي جمهورية مصر العربية. قيمة مشروع مصر إن الأول مرة في العالم بنستخدم مكملات الأعلاف الصادرة من مادة الـ HCL، ودي مادة غير صديقة للبيئة، قدرنا إن احنا نستخدمها ونضيفها إلى الفوسفات ونطلع أول مكملات أعلاف في العالم، تكنولوجيا ألمانية بلجيكية. لما سألوني في لجنة الاستثمار ليه هتحط 400 مليون دولار في مصر في التوقيت ده، كان ردي باختصار عبقرية المكان. المشروع هيتعمل في المنطقة الحرة في إنا، في منطقة الهو، 180 كيلو من مناجم الفوسفات في منطقة السبعية بأسوان، وده بيوفر إن أنا أقدر أجيب مليون طن فوسفات بتكلفة قليلة، 190 كيلو من مينا سفاجة فبقدر أجيب مستلزمات الإنتاج، البوتاس من الأردن، الكبريت من السعودية، المنتج التام هقدر أصدره لجميع بلدان العالم. زيادة حجم الطلب في السوق المحلي المصري على مكملات الأعلاف بعد الاستثمارات الكبيرة في مجال المزارع السمكية والداجنة والحيوانية، وجود المصنع في مدينة نجح حمادي، احنا بنعتبرها مدينة صناعية بامتياز، فيها مصادر الخدمات الصناعية المعاونة، أيدي عاملة رخيصة مدربة، مناطق لسكن العاملين. الجدوى الاقتصادية المباشرة للمشروع ده في مصر، مصر بتستهلك 100,000 طن من مكملات الأعلاف، معظمها بيتم استيراده من الخارج. احنا هنستغنى عن حجم الواردات ده اللي بيمثل عبء على الخزانة العامة، مش كده بس، هنقدر نضيف حصيلة دولارية لا تقل عن 300 مليون دولار سنويا كعوائد تصدير. دور المشروع في إرساء قواعد التنمية المستدامة، وده هدف الاستثمار الحقيقي الصناعي في مصر. أول حاجة هنقدر نخلق فرص عمل 2600 وظيفة جديدة في صعيد مصر. التعليم هو أساس أي تنمية مستدامة. تم الاتفاق مع هيئة المعونة الأمريكية ووزارة التعليم في مصر على إنشاء مدرستين تطبيقيتين، واحدة في محافظة المنوفية والتانية في محافظة إنا. المدارس للطلبة الحاصلين على الإعدادية بحيث يتعلموا علوم تطبيقية بتخص الصناعات الثقيلة، بمجرد ما يتخرجوا هينضموا مباشرة إلى مصانع الشركة في المنوفية وفي إنا. هنوطن الصناعة دي وهنخلق كوادر، لأن للأسف ما كانش بيتم الاستثمار الكامل في مجال الفوسفات، القيمة الحقيقية اللي موجودة في جنوب مصر بسبب المخلفات اللي كانت بتصدر منه، اللي قدرنا نحل مشكلة المخلفات دي بالتكنولوجيا الجديدة مع مجموعة تيسن كروب. الميزة العظيمة في هذا المشروع إن صفر مخلفات، وإحنا بنفتخر بكده في وجود حضرتك، وبنتشرف إن بنقول إن هذا المشروع زيرو ويست كومبلكس. كل مرحلة إنتاجية المخلف اللي هيصدر منها هيعتبر مدخل لعملية إنتاجية جديدة. المشروع صناعة خضراء بامتياز، لأن إحنا من خلال الغليات بتاعتنا البخار اللي بيصدر هنستخدمه في إنتاج 21 ميجا وات من الكهرباء، المجمع الصناعي هيستخدم 14، ونضيف 7 ميجا وات على الشبكة القومية. عبقرية المشروع أنا بقدر أجيب 400 مليون دولار استثمار مباشر من خارج مصر، بضيف لحجم الإنتاج الصناعي المصري 1.5 مليون طن من مكملات الأعلاف والكيماويات اللي بتخدم 4 قطاعات استراتيجية في مصر: قطاع الزراعة، قطاع الأمن الغذائي، حتى القطاعات الصناعية، وفي القطاع الأهم هو قطاع البترول، لأن أحد الإنتاج اللي احنا بننتجه الكالسيوم كلورايد بيستخدم في تبطين أبار البترول والغاز اللي فيها حركة اكتشافات كبيرة في الوقت الحالي. مشروع صديق للبيئة بامتياز، فهو صناعة خضراء وصفر مخلفات، متوسط إيراداته سنوية 385 مليون دولار، هنلبي احتياجات السوق المحلي ونوفر العملة الصعبة، وهنقدر نصدر لأكثر من 77 دولة حول العالم. احنا المنتج بتاعنا يا فندم معتمد في أسواق اليابان وفي أسواق البرازيل، ومهما حكينا لحضرتك على الاشتراطات الصحية في اليابان، فكنا نسجل هذا المنتج في أسواق اليابان، ده قيمة كبيرة.
حصول المشروع على الرخصة الذهبية الموافقة الواحدة. وهنا أنا بتقدم لجزيل الشكر لدولة رئيس الوزراء والدكتورة هالة السعيد على استجابتهم في تعديل اللائحة التنفيذية للاستثمار الخاص المادة الخاصة بالرخصة الذهبية. وإحنا تقدرنا إن التعديلات اللي تمت عليها هتجذب العديد من صناديق الاستثمار للعمل في مصر، لأن هي وفرت وقت طويل. بدل ما أحصل على 26 موافقة عشان أعمل مشروع، أصبح باخد الموافقة في الحال. ده خليط المنتجات اللي هيعملها المجمع الصناعي، 1.5 مليون طن. عندنا مكملات غذائية هتضاف كأعلاف، عندنا مواد كيماوية فوسفوريك أسيد وسلفوريك أسيد، ودول أساس لأي صناعة، صناعة الكيماويات، بطاريات السيارات، الدهانات، المواد التنظيف، وعندنا مخصبات زراعية. المشروع ده نموذج للتكامل بين الدول العربية. تم اختيار المشروع كأول نموذج للتكامل بين الدول العربية المشاركة في لجنة الشراكة الصناعية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين. بنقدر نخلق قيمة مضافة على المواد الخام في الأربع بلاد. الفوسفات المصري بدل ما يتصدر، البوتاس من الأردن بدل ما يتصدر، الكبريت بدل ما يتصدر، هنعمل عليه قيمة صناعية في الصعيد في مصر، ونصدره منتج نهائي للعالم ككل. طبعاً المشروع ده هيدي مثال للمستثمرين، لأن العوائد الاستثمارية اللي عليه عالية جداً، فبالتالي هيكون جاذب وقادر على ضخ استثمارات جديدة. بحكم الموقع هتظل الأولوية تلبية احتياجات الأسواق المحلية في جميع البلاد العربية. بشائر الخير هتعم على الجميع بالمشروع ده، لأننا هنقدر نوطن صناعة جديدة في مصر، هنخلق فرص عمل، هنخلق عائد على الاستثمار للمستثمرين الجدد، هنوفر الواردات اللي كانت بتستهلك الدولارات الخاصة بينا. موقف المشروع الحالي، تم الحصول على موافقة هيئة عمل الاستثمار، ورخصنا 370 ألف متر في منطقة الهوة الصناعية في محافظة إنا. جار استلام الأرض والاتفاق على الخطوط الرئيسية لعقد المقاولة مع مجموعة تيسن كروب الألمانية. تقدرنا أن أعمال المقاولات تبدأ في الربع الأول من عام 23، تجارب التشغيل في نوفمبر 24. وبندعو حضرتك وهنتشرف إن شاء الله بافتتاح المشروع إن شاء الله في الربع الأول من 25. أخيرا أنا يهمني أن أنا أتقدم بجزيل الشكر لسيادتك على دعمك للمشروع ده. دولة رئيس الوزراء قعد معنا أكتر من مرة خطوة بخطوة، والشكر الجزيل للمستشار محمد عبد الوهاب الرجل القدير وفريق عمله اللي لم يدخروا جهدا في توفير أرض لهذا المشروع تكون مناسبة. وشكرا لسيادتك يا فندم.